نتحدث اليوم عن أسباب مشكلة تقديم خدمة تعليمية وسلوكية لذوي اضطراب طيف التوحد، وكذلك الحلول المقترحة في إطار العالم العربي طبعا. إذن يتجدد لقاؤنا اليوم مع الخبير في التربية الخاصة والتوحد ومحلل السلوك التطبيقي المعتمد من البورد الأمريكي لتحليل السلوك الدكتور أحمد عنتر. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك، صباح الخير وكل سنة وأنتم بخير وسعادة يا رب، ورمضان كريم عليكم. رمضانك مبارك يا رب. يعني دكتور، بداية أخبرنا يعني ما هي سبب مشاكلنا في العالم العربي في التعامل مع هذه الفئة، فئة المصابين باضطراب طيف التوحد؟ خليني بداية أشكرك أنك في فرصة تانية أن احنا نتكلم عن حل المشكلة، مش تبقى احنا عرضنا المشكلة وما تطرقناش لسبل الحل. الحقيقة أن مشكلة اضطراب طيف التوحد في العالم العربي أو في العالم كله فيها مجموعة محاور هي سبب المشكلة. المحور الاولاني من وجهه نظري او حسب خبرتي في الشغل الجزء الخاص بالاخصائي، بعدين الجزء الخاص بالمراكز الخاصه اللي بتقدم الخدمه والمراكز حتى الحكوميه اللي بتقدم خدمه لذوي التوحد، والجزء الثالث وبشوف هو اصلا هو الجزء الاهم هو جزء الاسره، وبعدين الجزء الخاص بالمجتمع نفسه. فلما اجي اتكلم عن الجزء الخاص بالاخصائي نفسه، معظم مش كل الاخصائيين الحقيقه عندنا ازمه في ان هو بيبقى فاكر ان هو عنده الملكات الجيدة والمهارات اللي تأهله أنه يشتغل مع طفل توحد. معظمهم مش كلهم برضو آخر تعديل للسي في بتاعه والتعليم المستمر اللي بيحصل عنده كان بداية الجامعة. وطبعا أنا لما بقول معظم مش بقول كل، حتى لا تكون نظرتي سوداوية الحقيقة، فأنا بأكد. طيب إيه الحل؟ دي المشكلة. إيه الحل بقى؟ الحل ان لازم الاخصائيين اللي بيشتغلوا مع طفل عنده توحد لازم يكون اصلا يكون عارف جوه ذهنه ان هو بيشتغل مع طفل، لا مش طفل، لا ده طفل عنده احتياج خاص. فانت لازم تكون قريب للطفل ده، لازم تكون انت اصلا في شخصيتك طفل. اضافه الى ذلك، يوم ما تفكر تعمل تعليم مستمر لازم تعمل تعليم مستمر اللي هو ريليتد بايه بقى؟ بالتوحد نفسه. ما تاخدش مثلا دورات تدريبيه خاصه بالشخصيه النرجسيه او الشيزوفرينيا او لا، انت مهم جدا انك تركز وتتعلم بشكل تعليم بسميه التعليم الرأسي وليس العرضي. في فرق بينهم طبعا، في فرق. التعليم العرضي انك تاخد حاجات كتيره جدا بعيده عن الموضوع الاساسي، لكن التعليم الرأسي انت بتدخل في قلب الحدث مباشره. طيب حاجه تانية كمان مهمه جدا، ان انت لازم تكون متعلم اهم علم قريب للاطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد وهو تحليل السلوك التطبيقي. انت بتتعلمه منين؟ من اهم من البورد الاساسي، من المكان الاساسي او المنصات البديله اللي هي ايه؟ تكون لها سمعه ويشرف عليها ناس كويسين. دي الجزء الاولاني الاخصائي. طيب الجزء الثاني المراكز. معظم المراكز بيهمها في المقام الاول الجزء المادي والمكسب المادي. معظم المراكز فاكره ان هي بتشتغل تحليل سلوك تطبيقي، والحقيقه ان هم مش بيعملوا كده. معظم المراكز فاكره ان هي شغاله بطريقه الاورجنايزيشن بيهيفير مانجمنت اللي هو اداره سلوك تنظيمي، والحقيقه برضو ان هم مش بيعملوا كده. طب ايه الحل؟ دي المشكله. ايه الحل بقى؟ الحل ان المراكز دي لازم تفهم ان هي لما بتقدم خدمه لها اسس علميه المكسب المادي كده كده جاي. نعم. طب ده حته كده لازم اقولها له في ذهنه. النقطه الثانيه، عشان تشتغل تحليل سلوك تطبيقي هسالك سؤال، هل انت عندك في المركز نفسه حد مؤهل بورد سيرتيفايد بيهيفير اناليست ولا لا؟ لو عندك يبقى انت شغال تحليل سلوك تطبيقي، لو ما عندكش يبقى انت مش شغال. طيب يكون واحد بس، المفترض يكون اكتر من واحد وحسب عدد الاطفال اللي عندك. رقم ثلاثة، لازم يكون لك دور مجتمعي. طيب ده رقم اثنين اللي هو الايه؟ المراكز. نعم. رقم ثلاثة، وانا بأثمن النقطة دي كويس جدا، اللي هي الأسرة. لما بقول أسرة، أي طفل نجح ما نجحش عشان الأخصائي والمركز بس، نجح عشان الأسرة. هقول لك معلومة مهمة جدا، إن الأكاديميك ليرنينج تايم في العالم الأبحاث قالت عنه إن هو من 17 ل 20%. يعني إيه الجملة دي؟ يعني الوقت التعليم المركز على الطفل في خلال عدد ساعات اليوم اللي هم 5 ساعات أو 8 ساعات بيكون 17 و20%. يعني حصيلة الطالب من تعليم مركز عليه تقريبا 50 دقيقة أو ساعة. نعم. يعني تخيلي عندي بقى اليوم اللي هو 24 ساعة اللي هو الولد بيروح هنا، ويبقى عندي في الأسرة الفترة الزمنية الطويلة دي كلها. فالأسرة لازم تبقى داخلة في الموضوع. طب تدخل إزاي في الموضوع؟ انت لازم تطبق الاهداف اللي بتتعمل للولد في مركز في البيت، ده رقم واحد. رقم اثنين، لما تروح ابنك توديه لمركز معين، اسال الناس اللي موجوده دي ايه مؤهلاتهم؟ ايه خبراتهم؟ الموضوع بيبقى محرج. لا هو مش محرج، اسالهم عادي مفيش حاجه، اسالهم ده حقك، انت بتدفع فلوس مقابل خدمه، اسالهم الناس دي مؤهله؟ الناس دي اكتف اصلا؟ يعني مش معنى انك خدت شهاده انك اكتف،
هل انت اكتب اصلا في البورد نفسه؟ اسال الاسئله زي دي ولا تخجل ولا تخجل. عندي بعد كده المجتمع. نعم. المجتمع بقى انا بقى بأهمس في اذنه همسه بصوت عالي. المرض او اضطراب التوحد ليس اضطراب معدي. رفقا باطفال عندهم توحد، ارجوكم بعد اذنكم لو سمحتم، رفقا بالاطفال، رفقا باسرهم، كفانا نظرات فيها خوف وفيها ترقب وفيها قلق ان اولادنا يبقوا، كلنا عندنا اضطرابات، انا عندي اضطراب وكل اللي بيتفرجوا علينا معظمهم عندهم اضطرابات، فكل الناس عندها اضطرابات، فاضطراب التوحد نفسه زي الاضطرابات الثانيه، فبلاش. طيب يعني فده الجزء الخاص مرخص يعني. نعم. يعني دكتور حضرتك لو كنت صاحب قرار في هذا المضمار في العالم العربي، يعني ربما ستعطي قوانين جديدة في هذا المضمار، يعني رح يصير في قلب نوعية كما يقال. أخشى أن أنا أكون صاحب قرار، لأن ممكن تكون قراراتي صعبة شوية، لكن لو أنا صاحب قرار إذا يعني إذا ده حصل، مش عارف يحصل ولا لا، بس إذا ده حصل يعني مهم جدا أن أنا أركز قوي على التعليم المستمر للاستاف اللي بيشتغل، هركز قوي على استقطاب ناس مؤهله على المستوى العلمي والمستوى الشخصي، هركز جدا ان انا امنح فرص لمن يستحق وانحي جانبا من لا يستحق، قرار سريع انحي جانبا بس بعد ما اديله فرصه للتحسين والتعديل، هركز قوي على دور الاسره بالالزام وليس بالتثقيف والكلام. جميل. ان التثقيف والكلام واضح خدنا فيه وقت كتير جدا وما جابش نتيجه، خليني الزم، يعني ايه الزم؟ يعني الاسره اللي ما تلتزمش الولد هيتاخر مش هيجي مش هياخد الخدمه. نعم. مش هياخد خدمه، يقعد يوم اتنين مش هيجي المكان. الجامعات لها دور مهم، الجامعات في العالم، خليني اقول لحضرتك نقطه مهمه جدا، الجامعات في العالم بتعمل ايه؟ بيجيبوا الناس من المراكز الرعايه والخدمات اللي عندهم خبره وبيخلوهم يدرسوا للطلاب جوه الجامعه. يعني ايه الجمله دي؟ يعني لو في حد جوه مركز من مراكز معينه مثلا، المركز ده في حد عنده خبره معينه، بغض النظر هو معاه ماجستير او دكتوراه ولا لا، ما معهوش. شوف انا بقول كلام واضح اهو، ما معهوش، بس هو عنده خبره عمليه. بجيب يشرح للطلبة اللي جوه الجامعة عشان لما يتخرجوا يكونوا أخذوا جزء نظري كبير جدا وجزء عملي. طب خدي كمان نقطة مهمة، معظم الجامعات في العالم العربي، وأنا بقول معظم بلاش أقول كل، يعني الدكاترة اللي موجودين في صف الجامعة معظمهم بيقولوا كلام نظري بس، يعني بيتكلموا من أيام ليو كونر 1943 إن التوحد وأعراض التوحد وإن الولد بيعمل رفرفة بس، لكن في حاجات تانية، في مناهج، في منهج الدي دي ماب، في منهج الايبلز، في منهج الاستنشال فور ليفنج، في اكتر من حاجات حتى الان لم يتم ادراجها داخل الجامعات. فانا لو انا صاحب قرار هادرج المناهج دي جوه الجامعه نفسها. هذه نقطه مهمه. خليني اقول لك مقوله قبل ما انساها مرتبطه بنهر النيل، بيقول ايه؟ اذا تقدر المنبع تقدرت السواقي. يعني لو المنبع نفسه متكدر، الميه بتاعته متكدره، هتلاقي السواقي نفسها متكدرة. نعم. طيب دكتور، يعني كما عرفنا يعني ذهبت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعملت تدريب خاص في إحدى المراكز المتعلقة باضطراب طيف التوحد، يعني دعنا نتحدث بتفصيل حول الفرق بين الخدمة التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة أو تحديدا ذوي اضطراب طيف التوحد في العالم العربي، ويعني مدى اختلافها عن عما يقدم في الولايات المتحدة وكندا. بشكرك انك تطرقت للسؤال ده قوي. الحقيقه لما بتكلم عن النقطه دي انا عندي عروقتي دايما يعني ضغط عليها شويه، فلما باجي اتكلم على امريكا وكندا وتجاربهم بحس بغيره ايجابيه قوي، وبحس ان احنا يا جماعه والله احنا شاطرين، بس احنا محتاجين نتحط جوه منظومه وسياسه عمل تنجحنا. هم هناك مش اشطر مننا الحقيقه، لكن هم هناك جوه سيستم بينجحهم، سيستم بيقول لهم ان انت هتشتغل في التراك ده اوكي، طيب انت مطلوب منك انك تعمل ساعات تعليم مستمر فيها كذا عشان تستمر في شغلك، انت محتاج تاخد دورات تدريبيه وتاهيليه في كذا عشان تستمر ومرتبك يزيد والبنفيتس اللي بتجي لك تزيد. انت جوه سيستم عمل مثلا في اضطراب طيف التوحد الناس شغالين اي بي اي، ليه اي بي اي؟ لان الاي بي اي هي طريقه التدخل المعتمده، هم شغالين بيها، مش شغالين حاجات ثانيه وبيسوقوا ليها، مش شغالين اكسجين، مش شغالين دولفين، مش شغالين حاجات ثانيه خالص، هي ممكن تكون بيست براكتس، يعني ممارسات مش بطاله مش وحشه، لكنها غير معتمده. فهم شغالين كده، الاستاف كله شغال في هارموني بينهم، في هارموني بينهم من بدايه من المدير نفسه لاقل موظف موجود جوه المؤسسه، فالناس شغاله كده. طيب النقطه الاهم مش في ولايه واحده، يعني انت لو دخلت مركز بيقدم خدمه لاضطراب طيف التوحد مثلا في كاليفورنيا هو نفس المنهج اللي في نورث كارولينا، هو نفس المنهج اللي في نيويورك ولا في نيوجيرسي، نفس الفكره. يعني مثلا ايه، في بعض الدول بتلاقي العواصم هي بس اللي بتحظى بالحاجه الحلوه، بالتدخل الكويس، بالطريقه الكويسه. نعم. لكن ماذا عن الاقاليم؟ مفيش،
مفيش. فالحقيقه ان تجربه امريكا وكندا تجربه ثريه جدا، لكن احنا نقدر نعمل زيهم، نقدر نعمل زيهم واضعاف. وعندنا على فكره تجارب عربيه كويسه، يعني لما بقول كده مش بقول ان احنا ما عندناش تجارب عربيه، عندنا تجارب عربيه. عندنا قلت المره اللي فاتت قلت ان السعوديه فيها، قلت قطر فيها، قلت الكويت فيها، قلت الامارات، قلت مصر، قلت كل الاماكن اللي فيها. لكن هل انا طمعان في اكتر؟ انا طمعان في أكتر. دكتور سريعا، لديك مبادره فعليا تريد ان تعلم 100 طفل توحد في العالم العربي وتؤهلهم، حدثنا عن هذه المبادره بتفصيل. والله المبادره كانت مع ناس اصحابي لما خلصت دراسه البورد، فقالوا لي انت لو خلصت الموضوع ده تعمل ايه؟ فبقعده كده قلت لهم نفسي عندي هدف كده ان انا اشتغل على 100 طفل توحد في العالم العربي لدول مختلفه بشكل مجاني، يعني انا اعمل لهم تقييم واعمل لهم بلان معينه وادرب الاهل عليها وينفذوها، ويفضل الموضوع ده كانه عمل خاص بيا، عمل خاص غير ربحي، غير ربحي لحد ما اموت. فده كان تارجت كده قدامي، وحتى الان ليا اصحابي في دول شمال افريقيا وكام دوله عربيه ومصر طبعا وفي قطر هنا وفي اكتر من مكان. فبنبدا نحط السيستم ازاي المبادره دي هتبدا، وإن شاء الله أول ما نبدأ فيها هتكون أنت أول حد بقول. جميل جميل، بالتوفيق دكتور، حقيقة جهود مباركة. شكرا جزيلا دكتور أحمد عنتر، الخبير التربوي ومحلل السلوك التطبيقي المعتمد من البورد الأمريكي.